انا اللي بلكمه ايه انا اللي بلكمه انا اللي عليه سويته عداك العب والله عدنا ثلاث مرات الاغنيه بيض الله بيض الله وجهك ورجعنا بيض الله بيض الله عدنا بس حماده ما يبي يشتغل واضح بس غير العوني الله يهديك احنا اللي اخترناه ولا انت اللي اخترتها من اختارها هو اللي اختارها اعطاني وضعيه وجه عندي بس هذه فائده البروفات اللي يجون بدري يسوون بروفات يشوفون شغلهم صح. يعرفون الاغنيه اللي ما ادري شو طبعا ثلاث مره ما سمعت الثنتين الاول اللي هي في النص في الكواليس حطوها في الاخير وتذكروها بس الخبر الاول ترى اكثر واحد مسجلين له علشاني نعيد انت شو سوي طيب حلقه كامله ذي بس شو سوي منه معليش معليش البروفيسوره في مجال الفلسفه القاريه باتريشا ماكورماك تقول لك ان الحل الوحيد لانقاذ الكره الارضيه من التغير المناخي هو ان نجعل الجنس البشري ينقرض بالكامل طيب اذا انقرضنا من اللي بيشوف انت قاعد من ننقذ الكرة الأرضية عشان من يقعد فيها عندنا راح ننقذ المن وتخيل عدل كل الكرة الأرضية حيوانات ما في بشر ونرجع من جديد ويطلع ماوكلي يطلع مدري من ونرجع على هذي ترك المن قولي بودونا ابتعاث زحل فترة نقعد ثم نعود الأرض تزين امورها ونعود اما سؤالي فله يا اخي بعض العلماء ما ادري كيف جابوا الشهادات يعني ذي انا اجيبها في المتوسط اقول لك ندور حلو ما في الحنا نموت فما تدري لا مت انت دراستك نجحت ما نجحت انت مت بكيفك عميد الذكور في العالم حاليا الياباني شيتستو عمره 112 لو هذا شيتستو قاعد معك يومين كان مات عمره 42 اللي تركي صايح في الاستديو 20 مره قفلوا جوالات دائما في اي استديو نعرف انه ممنوع جوالات وما تشتغل جوالات اي طلعوه هم اندس في الظلمة قاعد رمد هذا عمره وصل 112 سنة لأن ما عنده بعض الشباب يقول لك عدم الغضب والابتسامة الدائمة هي اللي خلته يوصل عمر 112 وشلون ما نغضب وحماد أغني تنضرب وشلون ما نغضب وجوالي يدق وشلون ما شلون ابتسامة دائمة حنا الواحد من يوم يولد يصيح يعني يولد زعلان بندر ما أدري شو بندر باخذ الموضوع شخصي بالعكس ترى بندر شوف الناس عارفة بندر وش قاعد يسوي طارق وش قاعد يسوي مروان وش قاعد يسوي تركي وش قاعد يسوي سالم وش قاعد سالم اليوم ما في الفورمة زعلان وجهه مضروب ما أدري إيش جاية ما نام زين كان عنده ايفنت وارسل في الجروب قلنا له ما في وقت وزعل فاهم طلعنا امس خلاص كيف الواحد يوصل 12 لازم نشوف له حلول دي ندور 60 معكم الحين عمري 82 انا اقصر العمر فاصل نفس الكاميرا فتحت الضغط دحين ماخذ الاستوديو على كيفك قاعد تمشي في الاستوديو قاعد تمشي وتبون واحد يوصل 112 قضيتنا اليوم
قضيتنا اليوم النصيحة. أنا بنصحكم، أنا بكون ناصح اليوم. نصيحة فن، مو أي أحد يتقن موضوع النصيحة. أول شيء لازم وجهك يتقبله اللي قدامك. يعني مثلا احنا عندنا ثلاث تجارب هنا قبل لا أدخل في الموضوع. يعني في واحد من الشباب هنا في الاستوديو إذا نصحك تحس إنه ببقسك، فتلقاه قايل كذا توخر وجهك لأن تحس إنه بيلكمك. في واحد ثاني لا 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 ما لك لو يا بابا. في واحد ثاني هذا 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 لا هذا في واحد ثاني بينصحك، يعني جايك في موضوع بينصحك إن لو سوينا كذا أفضل من كذا، يعني يخليك تسرع بتقديم استقالتك. لأن يحسس كل شيء سهالة، الدنيا سهالات يا أخي. ما أدري وش في، طب وش أسوي أنا في ذا الحالة كذا يكون ناصح. عطاك العيون الناعسة اسحب عليهم يا أبو عبد الله. فلازم اللي ينصح وجهه يكون ما أدري كيف أقول لكم. المهم خمس أشياء لا تسويها إذا جيت تنصح. رقم خمسة، لا تنصح أحد ما تمون عليه. يعني واحد ما تمون عليه لا تنصح، بيقول لك الدين النصيحة. عارفين الدين النصيحة، بس المشكلة انسار قلناها، الصغير ينصح والكبير ينصح واللي ما عنده تجربة في الحياة ينصح واللي عنده تجربة والمطوع ينصح والتاجر ينصح والداشر ينصح فلا تنصح أحد ما تمون عليه. يعني على الأقل أنه عارف السي في حقك وانت عارف السي في حقه، يعني يكون لك وجه وانت تنصح. رقم أربعة، لا تصارخ وانت تنصح. وفي كثير ناس نشوفهم وينصحون، يعني مثلا يجيك النصيحة الموضوع بسيط، مثلا اللي تارك الصلاة أو ما صلى، يجيك ينفخ فيك نفخ يعني يخليك تقول له وش دخلك، هذا بيني وبين ربي توكله. ممكن تضربه، ممكن تكرشه. ما لا تنصح، يعني كيف تنصح وتصارخ؟ النصيحة هدوء. طيب أول شيء أمون عليك وعارفك وذا. رقم ثلاثة، أغبى من ينصح اللي يقارن بنفسك. يعني يجي يقول أنا شفني أنا قدامك، أنا لما بديت وهو طفران مديون عليه قافة خدمات، ويقول كان بديت حياتي من الصفر، أنا أول ما توظفت وش بدي حياتي إلا الآن في الصفر، أنت جاي تنصحني؟ عرفت؟ واللي يقولك أهم شيء الدراسة، الدراسة لا تفرط في دراستك، وهو ثانوي ليلي ما تخرج. تنصحني كيف؟ كيف أخذها منك؟ كيف أخذ النصيحة منك؟ رقم اثنين، لا تزعل إذا ما أخذنا بنصيحتك. يعني جيت قعدت لك ساعة ترطم فوق رؤوسنا وقلنا لك خلصت يلا توكل، لا تزعل، لا تشخص الموضوع. يعني ما نبي نسمع منك نصيحة يا. واللي يلخمك يقولك أدينا النصيحة ثم يجي يتكلم ونصيحته مضروبة ولا هي سالفة أصلا، بس هو يتوقع أنه نصيحة وأنت مجامل ساكت تستناه يخلص، تجيبه يمين تقول الحين إن شاء الله بيخلص، لا لا خلص إن شاء الله الرجال، فهمتوني؟ لو يقعد يعيدها من جديد طبيعي أنه بنك توكل على الله، حبيبي لا تشغلنا. فلا تزعل.
أول أول شيء وأهم شيء في الحياة في النصيحة، لا تنصحني قدام الناس. إذا بتنصح أحد لا تنصح قدام الله وخلقه. شايف واحد في شيء خذ على جنب، ترى يا أبو فلان كذا وأنا أخ، لكن نرجع نقطة الأولى لازم تمون علي، والوضع والواحد لازم يسوي كذا كذا بيني وبينك. هذه النصيحة، مو بتجي في وسط مجلس وقاعد ثم تقول لا يا رجال أنا أقول أزين لك تسوي كذا أكيد أني بكرشك أنت نصيحتك، ولا أني بماخذ منك شيء، ولا علي من العيد، ولا علي من نصيحتك اللي بتقدمها، بسوي اللي في راسي. فالنصيحة مو بأي واحد ينصح، فيها مقومات، إذا اجتمعت فيك انصح. يعني أول شيء أنك تكون كامل، والكامل وجه الله، وما في أحد كامل يعني لا أحد ينصح. قفلنا الموضوع، فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل، واليوم معنا ضيفة خفيفة الدم ما شاء الله عليها ولطيفة، معنا ليان الشهري. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، أنت أخبارك؟ طيبة؟ الحمد لله. أنا سمعت أنه عندك ملف عني. أي أكيد 100%. ترى ما يمشي التهديد معي. لا إحنا آسفة والله آسف قسم بالله. من البداية تهديني يا. طبعا ليان ممثلة ومقدمة ومتحدثة باسم أكثر من جمعية، عضوة في أكثر من جمعية. أول سؤال، أنت في سنك هذا وصغير، ما كان عندك خوف حياة أنك تطلعين تقابلين الناس الجمهور، ولا كسرته من أيام مدرسة؟ لا أكيد في خوف، في أكيد أني أستحي، كنت أستحي من الناس جدا، وحتى كان عندي رهبة أني أركب المسرح أو أني أمثل في حاجة أو حاجة من كذا أو أني أقدم. أكيد يعني في البداية أكيد أنه كان في رهبة. وبعدين الحين خلاص؟ لا الحين نوعا ما. ها نوعا ما. طيب خلينا نشوف لك فيديو. أنت ندمانة؟ لا، والدي درس التاريخ الإسلامي وسحرني به. أنت كنتي بطلة فيلم شيهانة صح؟ صحيح. أيوه. حلو، كيف كانت تجربتك؟ تجربة جديدة كممثلة في سينمائية، أكيد يعني تجربة جدا حلوة، خاصة مع ستاف جدا يعني ودين، ومرة مرة يعني كانوا في قمة السهولة معي. طيب كيف اختاروك الفيلم؟ اختاروني أكيد بعد ترشيحات. يعني سوى تجربة أداء المجموعة واختاروك أنت؟ ما كانت في تجربة أداء، كان بس قابلوني في لبنان، كنت أسوي اللي هو حلقة في Little Big Stars، وبعدها قابلوني شوفوا الشخصية يعني شوفوا أني أقدر أدي هذا الدور واختاروني. حلو، يعني هنا تشوفين أنك بديتي التمثيل صح. أي حلو، وش عندك أعمال جاية؟ والله ما أقدر أتكلم فيها. يعني عندك؟ اي اكيد. انا اعرف ترى حركات ذي المنتجين يقول لا تسولفين وكذا. لا اكيد يعني ملتزمين ضروري. هم ترى العقود، شفتي السبع عقود؟ في الاخير نحاشهم ما يسددون، ثم خلي ذا السبع بنود ايمان. والله خذ دفعات بس، لا وين ابوها؟ لا تصدق ذا العقود سبع صفحات، ترى لا سحبوا بعضهم تجار شنطه، يقفل مكتبه وروح دوره. يعني حلو، اتجهتي الحين تمثيل مسلسلات. وعندك أول فيلم؟ كان في كنت مسرحي. ايه تمثيل مسرحي. طيب والجاي عندك مسلسل وفيلم؟ فيلم. فيلم مو مسلسل يعني. حلو. طيب وش الادوار اللي تحبينها؟ ادوار تكون يعني تخليك تنتمي للوطن، مثل دور شيهانة. وادوار كوميدية، كثير احب الكوميديا. تحبي الكوميديا؟ كثير يعني. من ممثلتك اللي تشوفينها الكوميدية اللي حبيت الكوميديا مثلا منها؟ كثار. مين؟ لكن
ممثلات قلت مو باسمي يا اخوي داخل في اذني قاعد اسال عن ممثلات ممثلات ولا ممثلين انا اشوف ممثلين اكثر ممثلات والله ما عندي ممثلات ها ما عندي ممثلات ما بطل ممثلين ممثلين اكيد ناصر اي ناصر القصبي اكيد رقم واحد توب حلو لا تقول لي غير ناصر القصبي عبد الله السدحان اي كثير بس عبد الله السدحان يوسف الجراح ولا ما لحقتي بشير غنيم ما لحقتي برضه لا يعني انت لحقتي العظماء حلو طيب انت فوله متوسط انت فوله متوسط ايوه طيب كيف صرتي عضوه في اكثر من جمعيه خيريه يعني متحدثه باسم اكثر من جمعيه خيريه شلون اكيد اني رحت قدمت نفسي للجمعيات قلت لهم انا اشتغلت قبل في التلفزيون السعودي اللي في الدمام كمذيع كبدايه بعدها بدأت اني خلاص تفرقنا ما عاد صار فيه فريق قلت ليش ما اصير نشطة اجتماعية وانه شو اصير عضو في الجمعيات صرت تدعمين جمعيات بفلوس ولا بس اي اكيد كم تدعمين في السنة والله ليش اسألني سؤال هذا السؤال الحين ليش اسألني بعرف بس يعني الشباب يفهمون ذولي اللي بس حاطين فلوس تحت المخدة ذولي المهم اني اتبرع بس هذا المهم لانه يعني ما يعطونك رواتب؟ شلون يعني؟ ما يعطونك رواتب كمتحدثة؟ الا اكيد اكيد طبعا خلينا على تبرعات خلينا تبرعات خلينا نشوف لك فيديو انت تقدمين حفل من اللي يكتب لك الكلام اللي تقولينه؟ وين هذا بس انت بابا وماما هم اللي يكتبون لك ما اقدر اكذب هنا ما اقدر اكذب هنا صحيح ايوه طيب ابوك ما تشوفين ابوك يكتب لك كلمات ثقيله ايه ثقيله وانا يعني احب الكلام الثقيل اكبر من عمري تحس انه واحده مثقفه بس يورطك لازم مضطره تقرين كثير لا انا الحفظ عندك يعني احفظ على طول واخذ ورق بعض الاحيان واخذ جوالي بعض الاحيان يعني عادي عندي جدا عادي حلو طيب انت تقول قدوتك في الاعلام خديجه الوعل اي صح طيب وش اللي شفتي في خديجه الوعل؟ خديجه انسانه طيبه انسانه شغاله معها انت في الشرقيه؟ لا ما قد اشتغلت معها واتمنى اني اشتغل معها خديجه الوعل قابلتها عجبتني شخصيتها وحبيت الاعمال اللي هي تشتغل فيها شفت الانستغرام حقها سو خلاص قدوتي يعني قدوتي خلنا نشوف لك اعلان يدي شنو سوق القيصرية؟ سوق القيصرية معلم من معالم المنطقة الشرقية وموجود في الحسا يا بنتي امك اول ما ناخذها اقراب العيد الا من سوق القيصرية ياه هذا اعلان يعني انت تمثلين اعلانات تمثلين افلام تمثلين كل شيء اي بس مسلسلات لسه ها مسلسلات لسه طيب بتغنين بعدين بعد احس ان كل شيء بتسوينه انت هو نوعا ما صح كلامك بس مستحيل اغني طيب عندك لستة بالاشياء اللي تبغين تحققينها اكيد زي اني امثل في فيلم ثاني مع المخرج نفسه جاك فيلم ثاني الحين اي بس ابغى يعني انا في سيناريو في مخي انا ابغى اسوي سيناريو بنفسي انا امثله كشخصيه يعني كنفسي كشخصيه لي انا طيب انت فول متوسط يعني فول متوسط واذا يعني ما يمنع صارت الاحداث في حياتك شن ما يمنع انك تكتب سيناريو لا لا انا قصدي انت تقولين شيء امثل انا حسيت فيه انا كذا طيب فول متوسط انت ما هو من نوع الدرامي من نوع المواقف المحرجه اللي تصير لي من embarrassing things اللي قلت لك اياها ايش بعد كثار خليك تبي قصه حياه ابوك قصه حياه امك ومثلي عايشتها انت لا لا ما اقدر طيب عندي فيديو ثالث ورابع واخير وشو الحين نشوف هذه في المسرح غنيتي هذه انت غنيتي
ابدا ما احب صوتي. مو اغنيه ذي، هذه اغنيه لكن جزء من اغنيه كامله. لا لا ما في احد يحب صوته ترى. اكيد، لكن انا اشوف صوتي ابدا ما هو تحفه. واو، لا مو ضروري الحين يعني كل المطربين اللي في السوق اغانيهم صوتهم حلوه. انا ما انا اوريك الحين وش الملف اللي ماسكته عليه بسرعه. لا ما حد خلاص انا من بدايته. لا قلت لك، قلت كابوك ترى في الكواليس ما بعندنا شيء، عند الكاميرا ما يقدر يتقدم، ما يقدر يتقدم خطوتين عادي. ها يعني شوف، حتى اختي الصغيره يعني يوم شافت فيديوهاتك تدري من تشبه؟ قالت لي يشبه الشخصيه اللي في بابايا ذاك، يا ابو لحيه كبير هذاك المعضل. بندر ذاك مو بندر. لا والله ما يشبهك. ما انا معضل اوكي، بس مو بعد مو معضل كلحيه، لانه اصلع ولحيه. عاد اختي قالت طفله صغيره، قالت ما بالك انا بقولي. انت تغرم مني. طيب ان شاء الله نشوفك الفتره الجايه نجمه ان شاء الله. وانا جبت كل شيء سويتيه، اعلانات، مسرح، فيلم، تقديم، تستاهلين. تسلم، تستاهلينك كذا يعني مرحه ما شاء الله عليك. شكرا. عرفتي وفاهمه وعارفه وش تسوين. شكرا. استحيت والله استحيت. بكت بنتك تعال. نورتينا بوجودك. نبي نهديك أغنية الحين لطيفة كذا. خلنا نشوف. Let it go.